يعني هتشوف توقعات المشاهدين، المشاهدين اللي بعتوا لنا على الفيسبوك، هنذيع لكم توقعاتهم بالنسبه لمباراه بكره، وان شاء الله الفتره القادمه زي ما اتفقنا هتخشوا على موقع البرنامج على الفيسبوك، وكل واحد من خلال بقى الكاميرا بتاعته يسجل كده 15 ثانيه يقول لنا اسمه وساكن فين، مكانه فين، محافظته، او ممكن يكون بره مصر، وتوقعاته او اسئلته للبرنامج، وان شاء الله هنذيعها لكم دايما باذن الله، ويبقى في تواصل مع جماهير كوره كل يوم وكرات النهار. بشكرك يا فاروق، نورتني. بشكرك كابتن جمال، نورتني، وان شاء الله نتفرج على ماتش حلو بكره سلوكيا وفنيا ككوره باذن الله، ونتكلم عليه بكره كمان بعد المباراه باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل بكره على خير ان شاء الله في كوره كل يوم. خلي بالكم بكره احنا عاملين تغطيه قبل المباراه من الساعه 4، وبعدين هنتفرج على المباراه وهنكمل بعد المباراه الساعه 8 باذن الله، في تغطيه متميزه بالنسبه لقناه النهار ولقاءات مع الجماهير من الشارع، وتغطيه ان شاء الله باذن الله تكون مميزه لقناه النهار. يلا تعالوا نشوف مع بعض تعليقات المشاهدين، وبعدين بعد نهايه الحلقه نتفرج على مباراه الكره الخماسيه النهارده اللي اتلعبت ما بين الاهلي والزمالك. اسمي احمد محمد شوقي، ساكن في اول فيصل، شارع احمد منصور. توقعاتي ان شاء الله فوز الزمالك 2-1. كنت عايز اعرف بس كابتن محمد صلاح موجود لاخر الموسم ولا هجيبه مدير فني اجنبي بعد مباراه القمه ان شاء الله؟ انا اسمي كريم سمير من المنصوره، انا زملكاوي. ان شاء الله الزمالك تكسب 2-1 باذن الله. وبحب اقول للكابتن كريم حسن شحاته ايه اخر اخبار صفقات الزمالك. انا محمد عادل الشناوي من بالاسم الداليه، انا معجب بيك يا كابتن كريم. انا بتوقع فوز النادي الاهلي على الزمالك 2-0، وانا بطلب منك ان انت تجيب الكابتن محمد ابو تريكه. السلام عليكم، مساء الخير كابتن كريم. وائل ترك معاك من بونس ايرس ارجنتين. انا بشجع الكلاسيكو المصري طبعا، وبتمنى الاهلي يكسب. وهنا كمان في كلاسيكو ارجنتيني ريفر وبوكا، انا مع ريفر زي الاهلي في مصر. انا محمد من بورسعيد، وان شاء الله الاهلي يكسب 2-1. وعايز اسالك كابتن كريم توقعاتك انت ايه للماتش؟ محمد صباح من شمال سينا من العريش. سؤالي للكابتن كريم، ايه شعورك لما الزمالك يكسب في مباراه القمه؟ ثالث حاجه، السؤال الثالث، ان شاء الله الزمالك هيفوز 3-0. من المدير الفني للمنتخب المصري، والزمالك هيفوز 2-0. باسم مرسو، ايمن حفني. انا سعد اشرف من السنبلاويين، وان شاء الله الزمالك هيكسب 5-0. وعايز اقول للكابتن كريم ليه يا كابتن الحكام ما بيحسبوش الهاند بول جوه منطقه ال 18 ضربه حره غير مباشره، ويريحونا من بعيده وقريبه وما يقصدش. وشكرا يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي عمر هشام وساكن شبر الخيمه. وتوقعات مباراه القمه 3-1 للاهلي. وسؤالي، هل تعيد انتقال صلاح لروما؟ معاك احمد تركي من القاهره، انا اهلاوي. سؤال لحضرتك يا كابتن كريم، ليه اتحاد الكره جايب الحكم ده مع انه عاش وقت مشاكل؟ تاني حاجه، انا بشكرك على الفرصه اللي مديها للجمهور دوت. توقعاتي الاهلي يكسب 4-1.